برجع مع حضراتكم مرة تانية. امبارح روسيا خدت قرار بالنسبة لنا قرار إيجابي، إنه الطيران الروسي هيبدأ العودة إلى مصر، إلى شرم الشيخ، إلى الغردقة الشهر القادم يوم 10/8 إن شاء الله. هذا القرار من حضراتكم عارفين من 2015 روسيا خدت إجراءات معينة خاصة بالطيران الروسي إلى مصر. والسياحة الروسية بصراحة عشان نبقى بنعترف إنها كانت بتمثل نسبة كبيرة، بنتكلم في حدود 3.5-4 مليون سائح روسي كانوا بيجوا كل سنة. هذا الرقم ما بقاش يجي. إيه اللي بيتم النهاردة؟ الترتيبات، استعدادات إن هي في مصر، إنهم بعتوا وفود كثيرة أمنية وصحية وغيره عشان يطمنوا على المطارات، عشان يطمنوا على الوضع الأمني، كان لهم طلبات معينة، حاجات معينة كلها اتعملت، وبالتالي اتخذ القرار الرئيس بوتين من عدة أيام بعودة رحلات الطيران. سيادة الوزير محمد منار، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذ أحمد، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك دايما بألف خير يا فندم. الأمر الأول، ماذا تعني هذه العودة والدوافع الروسية للعودة مرة تانية برحلاتها إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة، وإيه الحاجات اللي كانوا طلبوها، وإيه اللي اتعمل بالظبط لاستقبال السياحة الروسية أو غير السياحة الروسية؟ والله يا أستاذ أحمد، هو بالنسبة حضرتك للطلبات اللي طلبوها، هم من 2015 جم في الفترة الأخيرة طلبوا وكلموا بعض الملاحظات الأمنية على مطارات شرم والغردقة، تم تلافي هذه الملاحظات وعاد إلينا الفريق مرة واثنين علشان للتأكد من كافة الملاحظات اللي هو أبداها إنها انتهت تماما، لغاية ما إدى في الفترة السابقة تصريح وكلير إن هو يقدر يرجع المواطنين إلى مقاصد شرم الشيخ والغردقة. زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هم عدد طبعا كبير، عدد ملايين، يؤدي الى انتعاش باذن الله في مدينه الغردقه وشرم الشيخ. انتعاش طيران، انتعاش حركه سياحه، انتعاش حركه تجاره داخل المدينه، فباذن الله تكون فاتحه خير على القطاع بالكامل. هم حضرتك ان شاء الله هيوصل منهم وفد بعد بكره يوم 27، بس هو الوفد جاي يتاكد من الاجراءات الصحيه لمدينتي شرم الشيخ والغردقه، كطلبهم انهم عايزين يتاكدوا ان كافه الاجراءات الصحيه داخل المدينه متبعه، وهي متبعه ما شاء الله زي الفل كلها. اللي هي ايه مع الوزير؟ يعني هيعملوا ايه في اجراءات صحيه؟ هيسالوا الناس، هيشوفوا طعمنا ايه، ما طعمناش ايه؟ بالظبط، يعني مجرد نظره انما، وهيعملوا برضو استطلاع على الاماكن اللي هيعيش فيها السادة المراقبين من الجانب الروسي الشقيق، لان يبقى في سادة مراقبين موجودين بصفه دائمه زي اللي موجودين عندنا في مطار القاهره، بيشوفوا الناحيه الامنيه وكافه الاجراءات. احنا بالنسبه لاجراءاتنا الصحيه داخل المطارات بتاعتنا شرم والغردقه الاثنين واخدين ECI، فدي شهاده معتمده دوليه ان احنا متابعين كافه الاجراءات الاحترازيه والاجراءات الصحيه والاجراءات التعقيم والتطهير داخل المطارات قبل كده. نعم. ايه يعني ايه اجراء، يعني ايه مراقبين؟ بيراقب ايه او هيقعد فين او هيعمل ايه؟ دوره ايه؟ عندنا حضرتك في مطار القاهره قاعدين بصفه دايمه في 4 طوار بيراقبوا الرحلات الواصله من روسيا واللي راحه روسيا، بيشوفوا ان الاجراءات الامنيه بتاعتنا ماشيه في النهج والنسق اللي هو طالبه، وبيبقى متاكد من هذه القصه، فيطبق نفس المعيار دوت في شرم والغردقه، فبيتاكد من اماكن الاعاشه بالنسبه للطاقم بتاعه، اذا كان ليه اي ملاحظات على اماكن الاعاشه وطريقه الانتقال من الى المطار. طب معلش انا اسف، هل ده مسألة قانونية ان هو يبقى موجود في مطارات بيتابع؟ يعني ان هو يعني هو مجرد مراقب انه بيتاكد ان الطياره اللي راح عنده او انها يعني اجراءات تامينها زي الفل باذن الله، ما فيش فيها حاجه، يعني اجراء طبيعي، يعني ما فيش فيه اي شيء خالص. لا يعني بيشوفني مثلا الاجهزه اللي بتكشف الشنط اللي داخله، هو بيتولى هذا الامر ولا هو مجرد بيبص بعينيه؟ ايوه هو مراقب. هو المراقب عشان يتاكد ان كافه الاجراءات تامه على المعيار الوطني. نعم. والحمد لله احنا الـ 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 السياحه بالنسبه لكافه اوروبا بالنسبه للمقاصد مفيش اي حد ليه اي اعتراض امني على الاجراءات اللي بتتخذ من طيب. الجانب المصري. هايل. ايه اللي طلبوه بالظبط؟ وكم لجنه جات لنا على مدى الست سنين اللي فاتوا؟ لا، عده لجان كثيره، وهو كان مش يعني عددهم ما كانش كثير قوي، بس كان المده البيانيه بينهم هي اللي كانت بتبقى طويله. نعم. يعني انما العدد ما كانش كتير، يعني مش هنقول مثلا 30 لجنه، لا 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 خالص، انما لا كان بيعمل ايه؟ يعني بيجي يشوف ايه بالظبط، يدور على ايه؟ حضرتك يتاكد مثلا ان اجهزه السي دي اكس بتعمل بكفاءه، ان الطريق الامن من اول ما الراكب بيخش المطار لغايه ما يصل للطائره، طيب عدد الراندوم تشيك اللي بيتم على بعض الركاب بيتم بالعدد المطلوب، طيب الغرف الامنيه بالنسبه للكاميرات ومتابعه الكاميرات، طيب تحت في السورتنج اريا بالنسبه لحقائب الساده الركاب بيتم متابعتها،
بالشكل الموجود عليه الستاندر العالمي ولا في زياده؟ طب انا عايز هنا ممكن تزودوا لي كذا، حاضر. طب ممكن هنا تحطوا كذا، حاضر. طب انا عايز جيت معين يبقى للطائره الروسي وهي خارجه يخرج منه بصفه مستمره، حاضر وفرنا له. ده هيتعمل يعني يبقى لهم بوابات وصالات، بوابات وصالات، جيت معين. جيت معين يخرجوا منه. ده حصل خلاص بالفعل. دي تخصصه بيهم وقت الرحلات بتاعتهم بالظبط، يعني رحلته هتخرج من جده. نعم. طيب هم مقررين قد ايه، كام رحله؟ هل اختارونا بكام رحله تبدا تيجي ولا لسه؟ والله يا فندم، هو اكوردنج الاتفاقيه اللي بيننا وبين الجانب الروسي الشقيق، احنا بالنسبه لمقصد شرم الشيخ والغردقه، بالنسبه للقاهره الدولي الاتفاقيه بيننا وبينهم 7 رحلات من كل جانب. يمكن في الفتره السابقه هم نزلوا في القاهره الدولي اكثر من كده بكثير، واحنا قلنا لهم اهلا وسهلا لان كلها سياحه وافده، اهلا بيه. بالنسبه للغردقه وشرم الشيخ، الطيران العارض يخص الجانب الروسي، ما يخصش الجانب، الجانب المصري. يعني الطيران العرض يخصه، يعني تبقى لازم شركات روسيه اللي تقوم بالطيران العرض. نعم. الطيران المنتظم في من شرم الشيخ والغردقه مسموح ب6 رحلات للجانب المصري، طيران منتظم من شرم الشيخ والغردقه. نعم. ايه الترتيبات اللي ممكن تتعمل مع وصول اول طائرات؟ هل في ترتيب عاملينه؟ ان شاء الله هيكون، انا كنت في تواصل مع معالي وزير السياحه، ويطلع ان شاء الله نطلع نستقبل الرحله الاولانيه، ويكون في ترحاب ليهم باذن الله باحتفاليه كده، يعني لعوده هذا النشاط الوفير من اعداده بالنسبه للجانب المصري ان شاء الله. هل اختارونا يوم ايه، الساعه كام ولا لا؟ هو قالوا اليوم بس ما قالوش امتى التوقيتات الاخرى. ولسه حضرتك يعني هم قالوا في حدود يمكن 9 يمكن 10، انما رسمي الرحلة هتوصل امتى احنا في انتظار، ممكن بكرة او بعده يختارونا. حضرتك عارف ان سبت وحد بتبقى الدنيا كده. هل في شروط معينة؟ يعني لازم اللي جاي يبقى عنده شهادة صحية، خد التطعيم، ايه اللي احنا عاملينه بالنسبة لهم لاستقبال سواء الروسي او غير الروسي؟ ده لكل الناس، اللي هو حضرتك لو مطعم فلازم يكون معاه شهادة التطعيم، تحمل كيو ار كود، لو معهوش شهادة فيها كيو ار كود بيكون واخد بي سي ار، او بالنسبة لشرم الشيخ والغردقة بنعمل له البي سي ار عند وصول. سيادة الوزير، في العيد رحلات ايه في العيد؟ رحلات الداخلية أعني. أفندم؟ الرحلات الداخلية في أجازة العيد. أي فندم. هل أعداد يعني رحلات زادت أكتر؟ إحنا حضرتك حققنا ما يقرب من حوالي 150 رحلة في ما بين المقاصد، ما بين الغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب، وما بين شرم الشيخ وبرج العرب، وما بين الغردقة وبرج العرب، وبين الأقصر وبين طابة. ما شاء الله كانت في حركة، يعني حركة شديدة الحمد لله في هذه الفترة. هل الأسعار بتاعتنا مناسبة مع التنافس اللي موجود؟ الأتراك النهاردة بيدوا امتيازات عشان يعملوا إغراءات للناس، السياحة تروح تذاكر طيران مع فنادق، مع يعني بيدين أسعار كده زي ما بيقولوا بيحرقوا السوق. هل إحنا أسعارنا كويسة تنافسية ولا مقللين شوية عشان نقدر نعمل الجذب ده للناس؟ هقول لحضرتك فندم، إحنا بالنسبة لنا إحنا من بداية الجائحة ومن عودة الطيران، وإحنا إدينا تخفيض على الأوفر فلايك، إدينا تخفيض على الباركينج بتاع الطائرات، إدينا تخفيض عالي جدا على الخدمات الأرضية للمطارات السياحية، التخفيض ده مستمر لغاية 31/10، إن شاء الله اللجنة بكرة الخاصة بنفس الموضوع بإذن الله هنمد هذه التسهيلات لجذب مزيد من السياحة. نعم. بالنسبة لأسعار التذاكر الداخلي، حضرتك احنا نزلنا بأولموست حوالي 50% من سعر التذكرة. كان حضرتك زمان في شرم والغردقة بتصل سعر التذكرة بعض درجات 4500 جنيه، النهاردة السعر على شرم الشيخ والغردقة سعر ثابت 2150 جنيه. وحضرتك عارف المبادرة كانت ب 1800 اللي انتهت 31/5/2021. بعدها ثبتنا السعر على 2150 جنيه على كافة الرحلات في كافة المواعيد. طيب حضرتك من كام يوم كنت في العالمين؟ امبارح. امبارح معلش. هل اللي بيتم النهارده عندنا حركة أيضا؟ وسيد رئيس كان أيضا يوم الجمعة المنطقة اللي هي غرب اسكندرية ثم ساحل الشمالي كله لحد مطروح جذب سياحة وحتى حركة تنمية كبيرة، ايه اللي بنعمله في هذه المنطقة تحديدا في مجال الطيران والمطارات؟ هو فخامته كان وجه بان التوجه لهذه المنطقة، فاحنا بالنسبة لنا كقطاع طيران اللي يخصنا مطار العالمين، وده على التوجيه حضرتك، احنا العالمين تم رفع كفاءة المطار بالكامل. حضرتك هتشوف مطار يليق باسم مصر، مطار محترم، في اسواق حرة، في يعني صالات على اعلى مستوى، في صالات ملاحية، في كافة شيء، لان هو المقصود النهاردة او التوجه او اللي احنا بنسعى اليه ان شاء الله يكون منطقة العالمين منطقة 12 شهر وليست خاصة بمصيف لمدة شهر او 2.
فالاساس عشان يعني نتم جلب للرحلات الخارجيه او للشارتر يكون في مطار يسهل على المواطن او اللي عايز يقصد هذا المقصد السياحي ان يلاقي مطار يقدر يصل الى. بنتكلم على حجم قد ايه استقبال ركاب؟ هيكون محدود 400 ركب ساعه يا فندم. كام؟ 400 ركب ساعه في الساعه. نعم ان شاء الله. ممكن استقبل كام رحله؟ لا اي عدد حضرتك مش مشكله يعني حضرتك لما نتلقى الباركينج بيقف عليه حوالي 6 طيارات. ست طيارات من متوسطه الحجم. فده ممكن ان احنا يعني نستقبل عدد لا باس به من الحركه، والارض كبيره ان شاء الله بعد كده يتم توسيعها اكبر فاكبر. احنا بنتكلم عن مساحه قد ايه مطار العالمين دلوقتي؟ مساحه المطار العالمين في الاول كان هو حوالي 15 كيلو متر مربع وزاد ل 46 كيلو متر. نعم. عشان يستقبل اي احجام طائرات. لا هو حضرتك بالنسبه للممر وبالنسبه للبي سي ان وطول المطار وطول الممر يستخدم اي طائرات، حتى الطائرات الوايد بادي اللي هي الطائرات العريضه تقدر تنزل، ما فيش مشكله خالص. نعم. احنا بنتكلم على امتى؟ ان شاء الله وزن ايام يتم افتتاحه. غضون ايام ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هل في كلام على الرحلات العمره تعود مره اخرى ولا لسه؟ والله حضرتك بقى في حضرتك اللجنه العمره وبوابه العمره هي اللي مختصه بهذه المساله وبتناقش في دوله في مجلس الوزراء ودوله الرئيس طبعا، واللجنه هي اللي هتحدد عودته. لكن لسه حتى الان مفيش كلام في هذا المعنى. لا لسه يا فندم. لسه الحج خلصان من يومين. تمام. لان السعوديه قالوا هيفتحوا خلاص دي العمره من خارج المملكه. فنتوقع يكون مصر يا رب من ضمن الدول كمان تعود مره اخرى باذن الله. باذن الله يكون فيها شويه الضوابط يعني والمعايير الجديده ومقصد مهم برضو بالنسبه للناس. طيب بالنسبه للكويت في الرحلات المباشره امتى؟ التوقيتات تجهيزات مع لم نتلقى اي معلومه من جانب الاشقاء في الكويت بعوده الطيران يعني لم يعني ما فيش اي حاجه تلقيناها بطلب عوده فتح المجال ده. لسه يعني لم نتلقى. ما يطلبوها تحت امرهم. متوقفه من امتى رحلات طيران مع الكويت؟ من 1/8 2020. بقى لنا سنه تقريبا ان شاء الله. واحد تعلم سنه انما احنا حضرتك احنا طبعا يهمني في هذه النقطه ان طبعا في جاليه كبيره مصريه اخواتنا المصريين اللي احنا تحت امرهم ان احنا عايز ييسر عليهم بيتعذبوا الكويت والعوده طبعا. اللي بيروح الاردن بيروح الامارات وبيروح عمان يعني معاناة. قصه معاناة. يعني انا اقصد ان دي اللي احنا فعلا يعني نتمنى ان احنا نسهل عليهم. هل اتكلمتوا معاهم مره اخرى او اتكلمتوا معاهم مره ثانيه وكده؟ والله ده بيبقى من جانب سلطه الرأي المدني المصري مع سلطه الرأي المدني الكويتي، هو دائما يعني العلاقه طيبه جدا جدا بين الجانبين، وهي القصه حضرتك يعني بعض المحاذير الطبيه عند الجانب لسه بيدرس. سياده الوزير بنتكلم على رحلات سياحه لحد دلوقتي معقوله بتيجي ولا لا؟ يعني بدات تتحرك شويه؟ طبعا انا طبعا يعني هجاوب حضرتك، بس هي بيبقى القصه يعني خاصه بمعالي وزير السياحه. صحيح. انما لكن بتكلم على الطيران. عارف هو اخويا راجل محترم حبيبنا جداً كلنا جدا طبعا جدا راجل فاخر ما شاء الله. صحيح. حضرتك هو حركه الطيران بالنسبه لنا احنا في مطاراتنا شرم الشيخ والغردقه نقدر نقول انها وصلت لحوالي 60% واكثر شويه من احنا بنقارنها دايما بالحركه في ذلك الوقت 2019 لان 2020 كان في شبه توقف. فبنقول احنا عدينا 60% من الحركه اللي كانت موجوده في نفس الفترة في 2019. إن شاء الله يا رب بالخير كده على بلدنا بإذن الله. يا رب. سيادة الوزير محمد منار بشكرك شكرا تحت جزيلا. تحت